بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اصدقائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. اما بعد، بثينة السمة قضية تشغل الرأي العام اليمني منذ 4 أو 5 أيام. تأخرنا نحن في الحديث عنها والناس جننونا، ليش ما تتكلم عن قضية بثينة الطالبة التي رمت نفسها من الباص؟ وفي الحقيقة احنا احيانا بنتأخر في القضايا لان احنا بنبحث عنها بمصادرنا الخاصة، احنا ما بناخدش المعلومات من الصحافة الالكترونية او من قنوات اخرى وننشرها كما هي، خصوصا لما يكون القضية فيها سيدات يعني وتكون حالات خاصة، فاحنا بنتبين الحقائق من مصادرها. انا شخصيا على تواصل مع الأستاذ نديم، هو أحد أقارب الطالبة بثينة، اجتمعت أنا وياه مرتين، وآخر مكالمة حصلت بيني أنا وياه قبل 5 دقائق من بدء تصوير هذه الحلقة. فلما بننزل إحنا بحلقة بنقدم لكم الحقائق المجردة من كل الاستنتاجات والأكاذيب أو التضليل، بنجيب لكم الزبدة. طيب، حتى الآن المعلومات المتوافرة معنا حتى الآن، أولا كل صور بثينة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا هذه غير صحيحة. اللي نشر صور بنت فاتشة واللي بنت ملثمة وكذبين تحتها هذه صورة الطالبة، هذه الصور كلها غير حقيقية أصلا. عيال عم بثينة ما همش عارفين كيف شكلها، هذا واحد. ثانيا، حتى اللحظة هذه لم يتم الإفراج عن تقرير الطب الشرعي، تم يعني إصدار التقرير ولكن لا زال متحفظ عليه حتى يعني إكمال التحقيقات. كذلك محاضر النيابة تم أخذ أقوال المتهم مهند الصبري، ولكن حتى الآن لم يفرج عليها ولم تسلم إلى أهالي الضحية، إلى أهالي الشهيدة بثينة رحمة الله عليها. إن شاء الله قد تسلم لهم غدا، قد يتم الإفراج عنها غدا، قد يعني هناك احتمال 80% غدا. إن حصل إحنا أول ناس سنتلقى نسخة من التقرير الطبي الشرعي ومن محضر التحقيقات، وسننشره في حال سمحوا لنا أهل بثينة. ما دام القضية الضحية هي سيدة فهناخذ إذنهم أولا، إما يأذنوا لنا أو يتم تسريبها إلى مواقع أخرى وبناء عليه سيكون تحصيل حاصل أن ننشرها. طيب، ما هي تفاصيل القضية حتى الآن؟ هذه حلقة أولى في القضية هذه. الحلقة الثانية قد تنزل بالليل قد غدا أول ما توصلنا التفاصيل من محاضر النيابة. القضية كلها الطالبة بثينة السمة طالبة في كلية التجارة، كما أعتقد كانت خارجة من جامعة صنعاء يوم 4/9، يوم 4 سبتمبر طلعت باص دايو يقوده شخص يدعى مهند الصبري. الباص كان فيه 3 أو 4 أشخاص، هاي يتضح هذا من محضر النيابة، 3 أو 4 والمرجح 3. البنت وصل هذا الباص إلى تحت جسر المدينة. إيش اللي حصل داخل الباص لا أحد يعلم. الكل تفاجأ بفتاة تلقي نفسها من الباص، ارتطمت بالأسفلت والباص ماشي، تعرضت لكسور، أعتقد أنه أحد الكسور في الرقبة، أيضا رأسها انتفخ، رأسها انتفخ جدا. بعض أهاليها حتى مرضوش يشوفوا يعني المشهد هذا من بشاعته، البنت رأسها انتفخ. إيش اللي حصل جوات الباص؟ ما حد عارف، ما حد عارف إلى الآن. معنا أخبار أنه هناك أثار خنق على رقبتها، هناك خربشات على أصابعها، سنؤكد هذه المعلومات إن شاء الله من تقرير الطب الشرعي. البنت خبزت من الباص، ارتطمت بالأسفلت، تعرضت لكسور، رضوض، كسر في الرقبة تقريبا، هذه الأشياء كلها أدت إلى دخولها في غيبوبة. كثير من السيارات مرت من المنطقة ولم يتوقف أحد. للأسف القانون في بلادنا أحيانا يورط الشخص اللي أسعفها لما يثبت أنه هو مش اللي صدمها، لين حولها الله بسائق سيارة رافور، الشخص عنده إنسانية وتحمل المسؤولية هذا ولم يخف في الله لومة لائم، أسعف البنت. البنت دخلت إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الشرطة، ثم الجمعة الماضية فارقت الحياة، نحسبها عند الله شهيدة إن شاء الله. في نفس اليوم وصل رجال التحقيقات الجنائية ورجال إدارة الأدلة الجنائية إلى الموقع الذي وجدت فيه تحت جسر المدينة، وتم مراجعة الكاميرات وتم رصد الباص والرقم اللوحة، وتم في نفس اليوم إلقاء القبض على سائق الباص واحتجاز الباص. تم الإفراج عن 1 أو 2 في التحقيقات. إيش السبب؟ هنعرف لاحقا. قد يكون سواق الباص هو الوحيد المتورط، أو هو وراكب، قد يكون في واحد كان راكب بريء، قد يكونوا كلهم عصابة. هذه الأشياء لن نؤكدها حتى نتأكد من محاضر جمع الاستدلالات. البنت هل تعرضت لتحرش جماعي مثلا؟
في مواقع تقول لك تحرش جماعي، لكن هذا حتى الآن ما فيش معلومة مؤكدة عليه، وإنما الناس بتستنتج ما دام نطت تحرش. هل كان تحرش جماعي؟ هل كان محاولة اعتداء؟ هل كان هناك محاولة يعني لاختطافها؟ طيب هل كان الباب مفتوح ولا مغلق؟ يعني إذا كان في ثلاثة وسيطروا على البنت وغلقوا الباب، من الصعب تخلص منهم وتقفز. إيش اللي حصل داخل الباص؟ إحنا مش عارفين. هذه الفتاة ضحية، ومن الواضح أنها تعرضت لشيء بشع داخل الباص هو اللي خلاها تقفز من الباص وتلقى ربها شهيدة بإذن الله. طبعا كان هناك وقفة احتجاجية قبل أسبوع تقريبا من أهالي أو من قبيلة بثينة أمام إدارة البحث، كان هناك وقفة والضباط وعدوهم أنه سيتم التحقيق في القضية هذه بكل نزاهة. قالوا لهم قبل أسبوع أو خمس ست أيام أنه أعطونا وقت بس عشان يعني الإجراءات القانونية الرسمية للتكفيل المحاضر. أنتوا عارفين المحكمة تعتمد على ملفات النيابة، فقالوا لهم أعطونا وقت عشان نتأكد من كل شيء وبعدين هنعطيكم كل المعلومات. بحسب ما كلمني الأخ نديم قبل خمس دقائق أنه اليوم سيتم تحديث المعلومات عندهم، قال الآن أنا هروح عشان أشوف آخر المعلومات كما وعدونا. أول ما يخلصوا هيبلغوني، وأنا إن شاء الله إذا أذنوا لي بنشر المعلومات هنشر لكم كل المعلومات التفصيلية لما حدث داخل الباص. هل المعلومات صحيحة اللي وصلتنا أنها تعرضت للخنق؟ هناك آثار خنق على رقبتها وهناك خربشات على أظافرها. تحقيق الطب الجنائي هيبين هل هذه آثار تركها إنسان عليها أم نتيجة سقوطها واحتكاكها بالأسفلت. الاختناق واضح أنه مش هيكون من الأسفلت. ننتظر، أنا عندي معلومات أخرى لكن ما ودي أأكد المعلومات حتى نتأكد من المصدر الحقيقي للمعلومة، بحيث نطلع نقول لكم حصل واحد اثنين ثلاثة. القضية ليست سهلة، خصوصا أنها حدثت في أحدى وسائل المواصلات العامة اللي بناتنا وأخواتنا ونساءنا بيصعدوها كل يوم. أنا لم يعجبني تداول بعض المنصات اللامسؤولة وبعض القنوات اللي تقول لك هذه الباصات وما بيش من الدولة اهتمامه. يعني لا تلطوا كل أصحاب الباصات، كون باص حصل فيه نترة أو عصابة حاولت أن تفعل شيء سيء لفتاة فقفزت، فلا تلموا المواضيع. تحدثوا بمسؤولية، تحدثوا يا جماعة بمسؤولية. القضية هي كبيرة بالنسبة لنا احنا في زوايا مظلمة لأنها حدثت داخل إحدى وسائل المواصلات العامة، وهذه ليست أول مرة تحدث جريمة بطريقة أو أخرى داخل إحدى يعني داخل الباصات. ويا ما سمعنا عن أحداث تحرش داخل الباصات نادرة. نحن هنا لا نلط كل الباصات في الموضوع، ولكن تحدث التحرشات اللي دخل يده من بين الكرسيين، اللي يجيب يده من الجنب لا خسر البنت، تحدث هذه الأشياء. هذه الأشياء سيئة ويجب أن يتم تحديد قوانين صارمة للمتحرشين. ما ودي أنا أخوض كثير في التفاصيل لنتأكد من النتيجة النهائية، بعدين هيكون معانا كلام آخر هنتضح بعدين القصة ويكون لنا كلام مختلف. سننتظر إن شاء الله، انتظرونا في فيديو آخر اليوم غدا بعد غد أول ما توصلنا المعلومات وتقرير الطب الشرعي ونفهم بالتفصيل ما الذي حدث داخل الباص. أما الأخت بثينة فنحن نحتسبها عند الله شهيدة، هي الآن عند الله أكيد اللي عند الله أحلى من اللي عند اليمن واللي عند العالم كله، أكيد اللي عند الله أجمل. نسأل يعني الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان وأن يكتب أجرهم الجنة على ما اصطبروا واحتسبوا على فقدان ابنتهم العزيزة. أما هي فهي في جنة الرضوان إن شاء الله. حتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.